كتير مننا بيواجه بعض المشاكل الصحية في أول أيام رمضان، زي الصداع ونقص الطاقة والخمول وسوء المزاج، خصوصاً في الساعات الأولى من الصيام، وده طبعاً بسبب اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، والناتجة عن عدم تناول الوجبات في مواعيدها، بجانب الحرمان من تناول الشاي والقهوة طبعاً طيلة النهار. وعلشان نقدر نقلل من شعورنا بالتعب والصداع والإرهاق وإحنا صايمين، لازم نكتر من شرب المية والسوائل في الفترة اللي ما بين وجبة الفطار والسحور. فمثلاً إذا كان بين وجبة الفطار والسحور 8 ساعات فاصلة، فيجب تناول 8 أكواب كبيرة من الماء بمعدل كوب كبير لكل ساعة بعد الفطار، حتى لو كنت مش عطشانة. وأخيراً ما تنسوش أن تناول المية مهم جداً بعد الفطار للحفاظ على دورتنا الدموية نشيطة، بالشكل اللي هيساعدنا على صيام اليوم التالي بدون تعب أو عطش. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. إذا عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك على سيدتي توت نت. نشوفكم بكرة في حلقة رمضانية جديدة.